اللي غادي نحتاجو للعجينه هو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال الدقيق فينو، وكاس ديال الحليب، نقدروا نعوضوه لا بودغ ديال الحليب، والزيت، شويه الزيت وشويه ديال الهريسه، وعندي هنايا الخميره مع شويه الملحه وشويه السكر. وغادي نحتاجو الماء الكاف اللي غادي يكفينا للعجينه. هنايا عجنت العجينه وغادي نخليها تتخمر، نحطوها مزيان باش تخمر ليا دغيا. واللي غادي نحتاجو للحشوه هو البصله مقطعه طريفات صغار، مع فلفله خضراء حلوه، وغادي نحتاجو خيزو محكوك، نحاولو نحكو هكا باش يجينا على الطول. وعندي هنايا الدجاج مقطع طريفات صغار بزاف، نحاولو اننا نديرهم صغار ما يكونوش كبار بزاف. وعندي طريفات ديال الزيتون، وعندي القزبر والمدنوس، وعندي توما بودر اللي كتباع بحال هكا، وعندي التوابل اللي غادي نحتاج فيهم شويه الملحه وشويه البزار، شويه الخرقوم، وشويه السكنجبير، وطبيعه الحال الزيت حتى هي. وغادي نصوطي كلشي في المقله وهانتوما معايا. هنايا غادي نضيف البصله والفلفله الخضراء، تهبط ليا البصله، ومن بعد غادي نزيد عليهم خيزو واللحم ديال الدجاج اللي مقطع طريفات صغار، ونزيد عليهم الزيتون، وغادي نزيد القزبر والمدنوس، ونسيت ما قلت لكم غادي نزيد حتى الهريسه، يعني معلقه ما عمرهاش ديال الهريسه. وغادي نشحروا المكونات مزيان حتى يجيو ناشفين، ونطفيو عليها ونخليوها حتى تبرد عاد باش نعمرو بها العجينه. بعد ما خمرت العجينه غادي نقطعها على هذا الشكل، يعني مرصوات، وغادي نحاول انني نديرهم كبار شويه، غادي يجيوني لي باكيت كبار. نتوما اللي بغيتوهم صغار ديروهم صغار، انا غنديرهم كبار شويه، وغادي نكمل العجينه ديالي على هذه الطريقه. وها نتوما معايا
هكا كناخد كويرات اللي درت كنحلهم هكا على شكل طول دلاك، وكنعمر كنحط الحشوة الوسط بهذه الطريقة هذه، وكنحاول اننا نجمعو الجناب، الى ما بغاوش يتجمعوا نفزقوا يدينا شوية بالماء. نجمعوا بهذه الطريقة بحال هكا، من بعد غادي ندوروها هاد الفوق اللي سدينا، غادي نرجعوه لتحت ملي غنحطوها في اللاطه باش ما يتحلش لينا. هنايا خديت بيضة ودرت فيها القطعة ديال الخل باش تحيد لنا ديك الزفورية ديال البيض، وغادي ندهنهم من الفوق. دهنتهم بالبيض ودرت عليهم الجنجلان من الفوق وحليتهم بحال هكا بالموس،
يعني كندوزو عليهم غير المسمن الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي باغيت ديالنا، وكيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، والتلعجينه كتجي رطبه وزوينه. وكنتمنى انكم تجربوهم، وما تنساوش انكم تشجعوني وتشتركوا في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير. Yeah.